يا جبناء يا إسرائيلين يا من تبعهم، نقول لكم أنتم جبناء جبناء، فنحن إن شاء الله عمن قريب ستكون قدس كلها، ستكون فلسطين كلها أحرارا إن شاء الله. دمركي فلسطين وحن تاغن هاي ديني عيني، وحن تاغن هاي ديني عيني. هداي فران حدود المسلمين كوا اسكو شيغا يا مسلمين، هداي فران رؤساء العرب، هداي فران حدود ذا وحن نجا اركي دون دين ديني عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وآمنه كما قعدير ومخالد. وحن لي هاي أمانة شعورتين ما لصو كوبي كرا مانا شيغي كري مانا عبرين كري وحن كلمات لغو صو كوبي ويكا بضان تهي المال لينا المهن وأقوي سويني المهن وفير سويني وحن إيصو بحا المه فلسطين أو دقحيد هوسو ذكا أويناهين أو ليهين آوي عرب آوي مسلمين تي أنا أنت مربنا آوي حدودها نو فر نو إمادة انتاج جوكتين. فسبحان الله عربتي إيصو مسلمين تي دمان waxay ku koobnaadeen inay afka ka hadlaan inay xuduudadii xirnaadaan. waxaan leenahay dumarkii falastiin waxaan taagannahay dhiniciini waxaan taagannahay dhiniciini. hadday furaan xuduudada muslimiin kuwa isku sheegaya muslimiin hadday furaan rؤساء العرب هداي فران حدودده وحنا جا أركي دون دين ديني عيني وحنا كده عالمي دوننا ديني عيني وحنا إذن لا يهاي اصبروا فأنتم الأعلون إن شاء الله. من أرض الصومال إلى أرض الفلسطين الأبية، أرض الشهداء، أرض الشهداء وأهلها وأرض الرجال، أقول لكم من الصومال، أقول لكم أنتم الأقوياء، أنتم الشجعان، أنتم الرجال، اذهبوا إلى الأمان فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فأنتم في جهاد الحقيقي، اقتلوهم حيث اقتلوهم في أي مكان، لا تقتلوا النساء والرجال والأطفال والنساء، لا تكونوا أمثال الجبناء، فإنهم جبناء لا يستطيعون مواجهتكم، فإنهم يواجهون الأطفال والأطباء والمساكين. أما أنتم رجال، إن كانوا رجالا فليأتوا إلى الميدان، إن كانوا يريدون قتال الرجال فليأتوا الميدان. يا جبناء يا إسرائيليين يا من تبعهم، نقول لكم أنتم جبناء جبناء، فنحن إن شاء الله عمن قريب ستكون قدس كلها، ستكون فلسطين كلها أحرارا إن شاء الله، على يد المسلمين إن شاء الله، على يد حركة الطوفان إن شاء الله. كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كاغا وهو أديق ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هانا لغاقا صدر ميل والبا كما مولو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرمري نلو شادة دقالي بريمير والد.